في حلقة فاتت اتكلمنا فيها عن ازاي ترجع من الروت، وان انت لو انت عامل روت او فاكر بوت لودر تقدر ان انت ترجع لسيستم شاومي الرسمي. النهاردة هنرجع ازاي من سيستم ميو اي 11 او من واجهة ميو اي 11 لواجهة الميو اي 10. الطريقة دي خلي بالك هتفرمط كل حاجة في الموبايل، فخلي بالك قبل ما تبدأ الحلقة دي. الطريقة دي هتفرمط كل حاجة في موبايلك، فقبل ما تبدأ اي حاجة او اي خطوة في اللي احنا هنعمله دوت او تبدأ تشوف الفيديو دوت، لو عندك اي داتا مهمة عايز تحتفظ بيها انقلها على جهازك او انقلها على جهاز تاني قبل ما تعمل الخطوات دي، لان الخطوات دي هتمسح كل البيانات اللي موجودة في موبايلك. اول حاجة بنبدأ نثبت التعريفات بتاعة الفاست بوت، هتلاقي اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت. بنكتب واي وبعد كده انتر، واي انتر، بعد كده واي انتر، بيبدأ يعمل لنا نيكست نيكست، بعد كده بيبدأ ان هو يحمل التعريفات ويثبت التعريفات. بعد كده بننزل المي انلوك، لازم نعمل انلوك لجهازنا، لازم نفتح البوت لودر عشان نقدر نحمل الميو اي 10 ونثبته على الجهاز. بعد كده بنفك ضغطه بيبقى بالمنظر دوت، بنفتح المي فلاش انلوك، المي فلاش انلوك زي ما احنا شايفين بنفتحه، بيبدأ اجري وهكذا، بنبدأ ندخل الاكاونت بتاعنا اللي موجود على الموبايل، نفس الاكاونت المي اللي موجود على الموبايل، المي اكاونت بتاعنا اللي موجود على الموبايل، بيبدأ يحمل. في الوقت ده بنفتح موبايلنا بالفاست بوت بنتك باور، بيكون الجهاز مقفول اولا تماما، بنضغط باور وفي نفس الوقت بنضغط على زرار التوطية مع بعض في نفس اللحظة، بنفضل ضغطين على الزرارين مع بعض. بعد ما بيظهر معنا الصورة دي بنحط الكابل بتاعنا في الكمبيوتر، بنوصل الكابل بالموبايل، بيقول لنا الفون كونكتد وبيقول لنا ان البيانات بتاعتنا كلها هتتمسح، فنخلي بالنا من الموضوع ده ان البيانات كلها هتتمسح. الناس اللي كانت عاملة انلوك قبل كده عارفة الموضوع دوت، وان الموضوع ممكن يطول في الانلوك بالنسبة لموبايلات شاومي، يعني لو انت اول مرة تعمل انلوك ممكن الموضوع ده ياخد منك اسبوع عشان تاخد موافقة الانلوك. لما تيجي تعمل انلوك بيقولك انتظر خلال 7 ايام، اسبوع، في ناس بتاخد اسبوعين، في ناس بتاخد 3 ايام. اما لو عامل انلوك قبل كده احنا هنختصر الوقت ومش هنجيب، يعني هو هيظهر لك صورة ان لازم تنتظر 7 ايام عشان تقدر تعمل انلوك لجهازك. اما احنا هنا تم الموافقة عليه على طول، هنضغط على الانلوك بيبدأ ينبهنا ان البيانات كلها هتروح. طبعا هو بينبهك ان فك البوت لودر وتنزيل اي روم او تثبيت اي سيستم خارجي بيكون خطر على موبايلك، ممكن يتسبب في ضرر لخصوصية موبايلك، لو حد مسك الموبايل بتاعك ممكن يفكه من غير ما يكون معاه الباسورد بتاع موبايلك. لكن احنا بعد ما نعمل الطريقة دي هنعمل لوك تاني للموبايل عشان ما يبقاش في اي فرصة لان هو يكون سهل للاختراق او سهل ان حد ينزل روم عليه، لو حد اخد الموبايل بتاعك وعليه باسوردك ما يكون سهل عليه، لا الموضوع هيتقفل تاني، فدي ما نقلقش منها خالص. في اللحظة دي الموبايل بيبدأ يفتح تاني، احنا مش هنيجي جنبه دلوقتي وبيقعد هيطول كتير في الفتح، بس هيفتح على الميو اي 11 زي ما هو. الملف اللي احنا نزلناه لنسخة الميو اي 10 للموبايل، كل موبايل طبعا ليه نسخة مختلفة، انا هسيب لكم النسخة بتاعت الريدمي 5 موجودة في الديسكريبشن تحت، اللينك بتاعها هتلاقوها في الديسكريبشن تحت في تحت الفيديو، لكن اي موبايل تاني قولوا لنا في الكومنتات وهنحط اللينك بتاع الميو اي 10 لان هو موقع شاومي الاساسي او الرسمي ما فيهوش النسخ القديمه، النسخ الميو اي 10 مش موجوده، فانت هتضطر تنزلها من مواقع خارجيه، فده طبعا مش هيكون بسهولة ان انت تحصل على النسخ القديمة عشان تقدر ان انت تثبتها. فانت قول لنا في الكومنتات نوع موبايلك واحنا هنرد عليك ان شاء الله بلينك للموبايلات لحد ما نجمع اكتر الموبايلات اللي موجودة، فاحنا هنجمع اللينكات ديت في الديسكريبشن، كل ما يبقى في موبايل قدامنا اللينك بتاعه مباشر هنحط اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت الفيديو. هنبدأ نفك الضغط بتاعه ببرنامج السيفن زايب. بعد ما بيتفك على طول بيكون في ملف تاني بعد ما بنفك الملف الاولاني دوت، بنفك برضو بنفس البرنامج.
لحد ما نلاقي الفايل ده قدامنا. الفايل ده بنسيبه زي ما هو كده وبنحفظ المكان اللي موجود فيه. بنفتح برنامج المي فلاش، هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت. بعد ما بتثبته بتفتحه بالشكل دوت وبتدور على الملف اللي احنا فكناه دلوقتي، احنا كنا حاطينه في ملف 110. لحد ما بنلاقي الملف بالشكل دوت بنختار الملف ده وبنضغط اوكي. في الوقت ده بنكون قفلنا الموبايل تاني ودخلناه في وضع الفاست بوت مرة تانية بنفس الطريقة، ضغط الباور مع الزر التوطية لتحت في نفس الوقت، وبعد كده بنوصل الكابل بالموبايل. عندنا هنا بنعمل ريفرش عشان نقدر نشوف ان تم قبول الملف لنوع الموبايل ده، او ما بيظهر معانا ده بيكون كده الملف اتقبل. عندنا هنا ثلاث اختيارات، كلين اول ده لو انت عايز تنزل ال 110 من غير ما تقفل البوت لودر، لو انت عايز بعد كده تنزل رومات، عايز تعمل روت، عايز تنزل ريكفري معدل، بتسيب ده زي ما هو كلين اول فقط. عندك الكلين اول اند لوك ده لو احنا عايزين نقفل البوت لودر تاني بعد ما يثبت النسخه بتاعتنا، لو انت عايز تبقى في الامان اكتر، عايز ترجع تاني رسمي زي ما كنت مش فاكك البوت لودر، انصحك بالكلين اول اند لوك عشان يعمل لوك تاني للبوت لودر وما يبقاش الموبايل بتاعك مفتوح لاي حد ممكن يعدل عليه مره تانية. بعد كده بنضغط على فلاش. العمليه دي ممكن تطول كتير جدا، يعني ممكن تاخد بتاع حوالي ربع ساعه 10 دقائق. بعدها على طول الموبايل بيبدا ان هو يرستر بشكل اوتوماتيكي. الموضوع برضو ده بيطول فتره ممكن تقعد حوالي ربع ساعه. بعد كده مبروك عليك الميو اي 10.